بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بحضراتكم في يوم جديد ويوم سعيد يا رب. النهارده عندنا اللي حضراتكم طلبتوه، عايزين القرص، عايزين الفايش اللي بالحمص، وعايزين نعمل مع بعض زي ما قالت ست ام محمد، عايزه الباتيل فران اللي هو بالجبنه اللي هو ده كده. ده عجينه بسيطه جدا، وبتاخد صلصه في العجينه وبتاخد الجبنه بتاعتها. هنوريها للاستاذ سلامه كده العبقري قسم الكاميرات العلويه، ونشوف مع بعض ايه رايكم نبدا بده. يلا بينا عشان خاطر الست ام محمد الغاليه، هي اكبرنا مقاما وليس سنا. يلا بينا. مقادير بتاعتنا عباره عن ايه؟ عباره عن نص كيلو دقيق يا ست ام محمد، موضوع سهل جدا يا ست ام محمد باذن الله. وايه تاني شفنا؟ خليلي ده دقيقة كمان. نص كيلو دقيقة، 10 جرام خميرة، لو كانت خميرة خميرة جافة يا ست محمد، لو كانت خميرة فران يبقى 25 جرام من الخميرة. حلو قوي كده. وبعدين معلقة صغيرة ملح. جندي المجهول بقى بيعمل كل حاجة بقى، جندي المجهول شال الليلة بقى، واخد بالك انت؟ معلقة صغيرة من الملح، 25 جرام سكر، 50 جرام زبدة لينة، معلقة كبيرة صلصة، 275 ملي مية. طيب ما عنديش زبدة، ممكن اعمله بالزيت. الحشو جبنة بيضة وسمسم وحبة البركة، وخلصت القصة. الشغل ما يعلم بيه الا ربنا، سهل جدا. نرجع تاني مخرجتنا العظيمة عشان عايز تطلع القرص من الفرن بالمرة. ادي القرص بتاعتنا اهيت، ها بصوا عليها بصة برضو عشان هي كانت خمرت خلاص، ونطلعها ديت اللي هي القرص المقرمشة اللي هي بالسمسم وحبة البركة. وبعدين هي باليانسون، سمسم وحبة البركة يا شيف محمود، بتركز بقى، ده انت كبرت صحيح. تمام كده الدنيا بتاعتنا؟ تمام الدنيا بتاعتنا. ولما نيجي نفرد القرص نفردها رقيقة. بنعمل ايه يا ست محمد؟ ادي عندي سوابع بالعجان بايديا، يا اهلا وسهلا. ادي الميه، ادي الصلصه اهي. ليه بلون الميه الاول؟ ما عندي الصلصه، ممكن ادي سنه لون احمر، ما فيش اي مشاكل. ادي الزبده، ما عندي الزبده ممكن احط زيت، ممكن احط سمنه، لان الكميه قليله مش تعمل اي حاجه. ادي الخميره، واحدة واحدة كده. وبعدين ادي السكر، وادي الملح بتاعنا اهوت. هندي تلبتل الكلام ده كده، وادي الدقيق. يبقى الموضوع كله مفوشة، ولا لبن بودرة ولا اي حاجة. وبعدين هنبدأ نقلب كده يا ست محمد، والعجينة بتخمر مرة واحدة بس. هنرفع الكلام ده كله ونقول عملنا ايه. كون عندي جبنة بيضة اهيت، بحطها في كورنيه او في كيس، بحطها في كورنيه او في كيس، واحدة واحدة كده. ده قالت لنا الليلة دي كده اللي هي بتاعت الايه، الحمص، حمص الصعيدي بقى، الفايش الصعيدي الروعة. ناس دماغهم ما شاء الله زي الفل، شغالة زي الورد. ابتدينا نعجن العجينة. افرضوا العجينة لقيتها طرية، لقيت العجينة طرية وعايز ان انا، تعال نغرف هنا، ان انا محتاجة مني شوية دقيق، مفيش اي مشاكل ابدا. ادي الاطباق بتاعتنا، ونبدأ نغرف دلوقتي. العجينة ايه، بصوا عاملة ازاي، ايه الاخبار. في بيعملوها بيكنج باودر يا ست ام محمد. عايز تشوف العجينة عاملة ازاي من جوة، ها واو. واحدة واحدة على مهلنا، ما ورناش اي حاجه.
وبالذات ده بنصح ان هو يتعمل فريش. تمام قوي. وبعدين الاخبار ايه هنا؟ العجينه هنبص عليها زي ما انا بعمل حسابي دايما. بصوا العجينه طريه، العجينه طريه ما فيش اي اعذار، ما فيش اي اعذار. 275 ميه، 275 ميه ده عايزه نص كيلو دقيق، المفروض 135 ميه. ايه الاخبار هنا؟ هنبتدي نديها شويه دقيق كده، مفيش اي مشاكل عندي. طبعا مفيش اي اعذار، انا بس ايه، ربنا يديله الصحه ويحفظه ربيع، بخليه وزلي، بيبقى عندي حاجات كتير عايزه تتوزن، فممكن يكون بيخطا شويه في وزنه ولا حاجه، ده مش شغله طبعا، ولكن هو على قد ما بيقدر هو بيساعدني. طيب ايه الاخبار؟ ها العجينه اتعجنت عندي كويس قوي، بسيبها، شايفين العجينه مورقه ازاي، بسيبها ترتاح عندي 10 دقايق وما سيبهاش تخمر. يا استاذه هدى السلام عليكم، ازاي سعادتك يا ست الكل؟ ازي حضرتك يا شيخ محمود؟ زعلان منك جدا والله. استني افصل بس العجان عشان اسمع سعادتك. اوامر يا ست الكل. الله يخليك. زعلان والله، زعلان من حضرتك جدا. زعلانه مني؟ ايوه. انا عارف ليه. طب لما ليه ما تعملش ليه؟ طب معلش حقك عليا. طب والفراخ المدخنه فين؟ صح والله العظيم معاك حق، انا مش عارف اعمل ايه في نفسي. طب لو عرفت ان انا كنت عيان بس وتعبان. لا الف سلام على حضرتك يا رب، ربنا يسلمك يا رب، اديك الساعه. الله يخليك. الفراخ المدخنه هو انت عايزه البسكوت؟ ودايما كل يوم افكر فيه ما بعمل بسكوتات. والله اشتريت البطرمان اللي حضرتك قلت لي عليه، الجردل ده بتاع الشوكولاته، وخليته عندي. ما انت عارفه حظك، تصدقي بالله قولي لا اله الا الله. لا اله الا الله حسبي الله. طبعا امبارح بالليل كنت بفكر في البسكوت اللي حضرتك عايزاه، لان طلباتكم كلها بنفذها. الله يخليك لنا يا رب. حاجه واحده بس عطلتني، ايه هي؟ ايوه والله العظيم ما بكذب عليك في حرف. لا ابدا حضرتك طبعا انسان على دماغك. انا ما عنديش شوكولاته خام. طب انا عشان اصحى واروح واجيب شوكولاته خام اللي انا عايزها؟ طب ما قلتليش ليه انا عندي شوكولاته خام؟ والله لو اعرف كنت عديت على ساعتي. والله عندي في الثلاجه حته. والله بجد. ربنا يكرمك يا رب. والله لكن اوعى تحسبي ان انا بطنشك او حاجه زي كده. دي نمره واحد. نمره اتنين، الفراخ المدخنه ما وعدتكيش ان اعملها دلوقتي، انا بتاخد شغل زياده شويه، انا عملتها مرتين على الهوا، هي موجوده بالفعل على اليوتيوب، بس عيوني ليك يا حاضر، لو اضطررت ان انا اعملها لا اعملها لك. حاضر عيني، ولا تزعلي نفسك ابدا، لكن انت معاكي حق. طيب هنبدا دلوقتي نعمل ايه؟ دي كده القرص ودي كده، جبتوا لنا الكلام، مفيش حاجه بترضي ابدا. عامل زي اللي متجوز اربعه، اعمل ايه؟ طب يا رشا يا جميله. بنبدا نقطع العجينه ونسيبها كده، ناخدها كور زي الليمونه البلدي عشان ترتاح، بس طبعا لما اسيبها ترتاح هتمشي معايا احسن من كده. والعجينه احتاجت مني، ربيع غلط ما غلطش، وما بحبش ارمي مشكلتي على غيري، حتى لو في الشغل الكبير انا الملزم، او سين من الناس هو اللي ملزم. اوعى ترمي على الممرضه، ارمي على نفسك. وبعدين هنقطع العجينه كده عشان ترتاح. كل ما العجينه ارتاحت كل ما ادتكوا نتيجه افضل، كل ما ادتكوا نتيجه افضل. ما عنديش المقطع ده اتفقنا، ممكن بالسكينه، ممكن بايه؟ بالسكينه. وكل ما العجينه ارتاحت وتعجنت كويس كل ما ادتني نتيجه افضل. خلاص كفايه، مش هقضيها بقى انا كده، تعالوا نشرح على دول. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. نعمل ايه؟ عايز اقول لكم بس معلومه، ان العجينه المفروض اسيبها ترتاح شويه، ومش هدي فيها كيلو طماطم او صلصه، بيبقى اللون كده فاتح شويه وبتخش الفرن تديني اللون ده. بنيجي هنا كده، ادي رشه دي صغيره بالشكل ده، واهو بفرده بسيطه، ما انا ما بعملش بيتزا كده، واهو اللون قالب على الاورنج شويه بالشكل ده كده. وبعدين بالنسبه للبسكوت استاذتنا الغاليه، ممكن في طريقتين، في 3 2 1 300 دقيق، 200 زبده، 100 سكر بودره، دي طريقه السابلي، ممكن تعمليها بيه. في الطريقه اللي هي 50 زيت 50 سكر، بيضه، رشه ملح، فانيليا،
وتنزلي هياخد منك الخليط ده في حدود 100 من الدقيق، وهياخد منك معلقتين لبن. دي طريقه البسكوت اللي هو اوله حرف الميم. ف انت عارفه الاسبوع الجاي انس باذن الله باذن الله يكون معمول لحضرتك. عناية ليك ولا تزعلي ابدا. هنا فردنا كله كده مره واحده، يلا بينا كده بالشكل ده. وبعدين يا شفنا وبعدين هنبدا نجيب الفرشه، ممكن سنه بيض سنه لبن ميه. الفران بره ما بيحتاجش يدهن، هو اصفر بيض لعده اسباب، الاطراف بس كده، الاطراف كده، لان هو عنده الستيم. ادي الجبنه، اي نوع جبنه بيضه، جبنه بيضه، جبنه شيدر، جبنه مطبوخه. معاكي استاذتنا الغاليه قولي لي مقادير الايه الباتيه ده؟ حاضر. ونوم قافلين كده اهو، مش لازم احلف عليها وبالشوكه لو عايز اخليها زي الفران، ان انا اقفل الاطراف. انا بقفل قفله بسيطه وانا عارف انها هتفتح في الفرن لو مخرجتنا الغاليه جابت كده دلوقتي اهي. واهو ما تكتروش في الجبنه عشان ما تخرجش بره زي هنا كده، ونفس القصه كده. ادي اصفر بيض، وهنسيب الكلام ده نص ساعه يخمر معايا. هتنطر وتفتح وتلاقوا الجبنه ظاهره كده. ادي السمسم، عايز احط حبه البركه، بس احط حبه البركه، خلي الكلام ده يخمر درجه حراره 180 في الفرن. هات لي كده، وادي يا ست ام محمد الدنيا وما فيها، ولا تشيلي هم حاجه ابدا. خرجت الجبنه من هنا كده تكه، ولا يهمك، ولا تشيلي هم حاجه، ولا تشيلي هم حاجه ابدا. واهو ولمعتها طبعا باصفر البيض اللي عليه ميه، هنسيب الكلام ده يخمر وخش الفرن درجه حراره 180. وادي القصه بتاعتنا بتاعت الباتيه يا ست ام محمد. نقول تاني، ما قدرنا كانت نص كيلو دقيق، 50 جرام من الزبده، 25 جرام من السكر، 50 جرام من الزبده يعني في حدود ربع كوبايه، 25 جرام سكر، معلقتين كبار، ملعقه كبيره من الصلصه، 275 ميه. ادوا ادوا عشان الصلصه، بصوا بصوا عشان الصلصه، فادوا 250 ميه. ما الصلصه سائل، ولو عندي بيض يبقى سائل، وده اللي خلى العجينه طريه مني شويه. ممكن يبقى انا ظلمت ربيع، حقك يا ربيع في الفصل، هاجي ابوس على راسك. تمام، بس هو لازم يبقى فيه كبش فداء، يبقى مين؟ يبقى كالربيع. طيب، عجن العجينه سبتها ترتاح معايا 10 دقائق، بعد ما ارتاحت معايا 10 دقائق ابتديت ان انا اقطعها زي الليمونه، فردتها، دهنت الجوانب اصفر بيض، اديت الجبنه قفلتها، دهنت اصفر بيض، سمسم حبه البركه، اسيبها تخمر تخش الفرن تطلع بالصوره دي. استاذه مروه اهلا بيكي استاذتنا الغاليه. ازي حضرتك يا شيف محمود؟ ازي معليكي انت يا ست الكل؟ الحمد لله تمام وفضل من وفضل. اوامر. شيف محمود بعد اذنك، انا عايزه من حضرتك الكوكيز، وعايزه الطحينه، وعايزه مقادير الجناش. عيني. عايزه كوكيز، اكتبي يا استاذه امل بس. كوكيز الشوكولاته. كوكيز الشوكولاته، طب اكتبي يا استاذه امل الكوكيز والطحينه وايه تاني يا ست الكل؟ والجناش بتاع الشوكولاته حضرتك يا ريت تقولي المقادير بتاعها. هقول لك دلوقتي. حاضر حاضر. أنا شكرا يا شيف محمود واشكر الاعداد. عندك شوكولاته قد ايه الاول؟ لو قلت نص كيلو شوكولاته يبقى ربع كيلو كريمه لباني، كريمه لباني غاليه، فهنحط نص كيلو شوكولاته الخام تقريبا في حدود 150 ميه، بضرب عليهم معلقتين كبار كريمه، بيتسخنوا، بكسر الشوكولاته، بنزل على الميه اللي عليها الكريمه واقلب، وبعد كده اديها معلقه زبده وخلصت القصه بتاعتنا. قبل ما اخد الفاصل، عملنا مع بعض باتيه الجبنه ست ام محمد، وهنرجع بعد الفاصل هنعمل كمان القرص للاخت الغاليه اللي طلبتها، ونعمل الفاشل بالحمص، ويفضل لنا حاجه واحده ونرتاح، الا وهي ايه؟ البسكوت اللي زي بتاع بره اللي معشي الشوكولاته. هداني افكر بيه نفسي يا مدام هدى ولا يهمك. يلا بينا ناخد الفاصل دلوقتي ونرجع بعد الفاصل نركز في الصنف صنف. فاصل وعود لحضراتكم.
تعالى بحضرتك، في فرق بين القرص اللي هي المبسوسة أو القرص اللي بتبقى ناشفة، وفي فرق بين القرص اللي هي الطرية. دي القرص شايفين مورقة ازاي؟ ودي اللي احنا هنقول على عجينتها دلوقتي، ودي اللي احنا هنقول على عجينتها دلوقتي. عجينة القرص نعرف عشان نبقى شطار في اللي بقوله. ليه؟ ما تيجي تقعدي بقى مع حد وتتكلمي معاه هيقول الله ده الست فلانة الفلانية دي والله العظيم دي فاهمة، دي فاهمة. احنا بنقول ايه؟ شايفين الكسرة دي والتوريقة دي؟ عايزين نعملها ازاي؟ ازاي يا شفنا ازاي؟ طيب عبقرينه، فاكر نفسه عبقرينه الشيف محمود دوت، لما يبقى المادة الدهنية قد المية او قد اللبن تطلع مني طرية. اما يبقى المادة الدهنية ضعف السائل المية تطلع مني بالشكل ده. مش فاهمين حاجة. انا عارف كبرت وماتش بعرف افهم اعمل ايه. قلت لكم اللي زي يضرب بالنار وانتوا سايبينه. طيب نقول تاني احنا ورانا ايه؟ اما يبقى ربع كيلو لبن او نص كيلو لبن رايب مثلا ونص كيلو زبدة، هنا السائل المادة السائلة اللي هو اللبن قد المادة الدهنية هيديني قرص ايه؟ طرية. لما يبقى المادة الدهنية ضعف المادة السائلة يعني ايه؟ يعني لما اقول ربع كيلو زبدة ربع كيلو سمنة ربع كيلو لبن، الكلام ده ياخد مني كيلو دقيق، يبقى عندي المادة الدهنية دي ضعف السائل، يديني الكلام ده اللي في ايدي ده. بدليل الكحك، الكحك كيلو دقيق 550 سمنة 200 مية، بس الكحك طبعا ده مش عجينة كحك. يبقى هنا في الكحك المادة الدهنية ضعف السائل اللي هو المية. ليه ما بنعملوش باللبن؟ عشان يعيش وريحته ما تغيرش. طيب يلا انزلي بالمقادير الاول نوري لهم. ده كده ده كده اللي واخد ينسون يا جماعه، اهي عايزكم تبصوا عليها. شايفين الدنيا عامله ازاي؟ سلام يا شفنا. ينسون ولبن رايب، ده احنا هنهيص النهارده ونعمل شاي بلبن دلوقتي. انا يعني حريف شاي بلبن يا جماعه. وادي كده، واللي عايز يجي مني يعمل لي شاي بلبن، لبن حليب. وبعدين ده كده باليانسون، واللي يقول لي مش عارف اعمله لاختي الكريمه اللي طلبته، مش كريمه اسكندريه، لا الكريمه عملناها. هو ننزل بالمقادير مخرجتنا العظيمه والموضوع كله تك تك تك، خمس دقايق وانت واقفه وهتشوف. يا شيف محمود ما انت عندك عجه، ما تنسوش ان انا واقف على الهوا، هنبص لبعض بقى ولا ايه؟ عندك عجان تعبت وجبت، عملت جمعية وجبت، يلا بينا يلا بينا يا شفنا يلا بينا. هنا انا هعمل كمية قليلة، 100 جرام زبدة 100 جرام سمنة 100 مية، يبقى عندي 200 مادة دهنية. شيف محمود ما عنديش السمنة، ينفع عندي بدلها زيت مع الزبدة؟ اهلا وسهلا. ينفع عندي سمنة وزيتي؟ اهلا وسهلا. ينفع عندي سمنة بس؟ اهلا وسهلا. زبدة بس؟ اهلا وسهلا. 10 جرام خميرة لو كانت خميرة جافة، او 20 جرام لان هياخد مني 400 جرام دي، الكلام ده خمسة، هياخد مني 20 جرام خميرة فران اللي هي قد قطعة عين الجمل. يا عم احنا زهقنا من الجرامات دي، عقدتنا في حياتنا يا شيف محمود. ماشي نتكلم من غير عقد نفسية. 100 جرام زبدة نص كوباية، 100 جرام سمنة نص كوباية، 100 جرام مية نص كوباية، 10 جرام خميرة معلقتين صغيرين، لو كانت خميرة فران يبقى قد الليمونة، قطعة الليمونة، معلقة كبيرة سكر مش محتاجة، يعني 20 جرام. يلا هعملها أنا فيكوا بقى، طالما مكتوبة بالمعلقة هحولها لكم للجرام. معلقة كبيرة ينسون يعني 20 جرام، نص معلقة صغيرة ملح، نص كيلو دقيق، خليها لي ربع كيلو دقيق أستاذتنا، 400 جرام دقيق، 400 جرام من الدقيق يا أستاذة أمل. والحشوة عجوة، خلصت القصة بتاعتنا يلا بينا. خليها لي 400 جرام دقيق يا استاذه يلا بينا. ممكن تنزلوا بالدقيق، ما تنزلوش بمره واحده، انا عايز دقيق حسب الحاجه.
هتفضل معاكم في حدود 100 جرام، بس هو المقادير هنا 400 جرام دقيق. يلا بينا يلا بينا. ادي الزبده، خليها لي يا استاذه امل 400 جرام. ادي الزبده، بس انا قايل لك الصبح نص كيلو عشان بس يبقى ايه انا وادي السمنه، يبقى دول كده 200، وادي 100، يبقى هنا هتطلع قرص مبسوسه. ادي السكر كله على بعضه، وادي اليانسون، ماشي يا سيدي، وادي الخميره، خميره ايه؟ فران. سلام، ده مفيش بعدها ولا قبلها. فاضل لنا ايه؟ شويه الملح. ايه ده، هتضرب على نفس العجينه دي؟ هنضرب على نفس العجينه دي. يلا يا سيدي، شويه ملح، شويه ملح اهو، بق قهوه، بق قهوه. يلا يا سيدي، وبعدين العجينه ما تخمرش، العجينه سيبها ترتاح 10 دقايق واحطها في الصينيه زي ما عملتي دي بالظبط. وادي الدقيق بتاعنا، ونبدا نقلب الكلام ده كده ونشوف مع بعض الدنيا فيها ايه. يبقى بحط كل المكونات، ويا ريت لو استخدم خميره الفران. خميره الفران لو رحت اشتريت منه هو الباكو كله ب 10 جنيه ولو جبتها بسيبها في التلاجة بتقعد معايا في حدود اسبوع. حطش في الفريزر، حطش في الفريزر. نبص على الدنيا كده، وادي المقطع، وادي العجينة بتاعتنا هيت. هاتلي ده كده يا شفنا، وهاتلي ده كده، وهاتلي ده كده، وبعدين يا شفنا، وبعدين يا شفنا، وبعدين ست ام محمد، اهلا بيكي استاذتنا الغالية. اهلا بحضرتك، سلام عليكم. ازي سعادتك يا ست الكل؟ الله يخليك ويبارك فيك، الله يجبرك ويزيدك في نعيم الله يا رب. الله يكرم. الله، حلوه قوي دعوه الله يجبرك ده، لان هو اللي بيجبر، بيجبر بخاطر العباد، هو الله. معاك ست الكل، تحت امرك. انا بشكرك اولا على الكوسه اللي بالبشاميل، انا اللي كنت طالباها منك. اوامر يا ست الكل، كتر خيرك. وبعدين الشيز كيك انا عملته على البارد، طلع يعني حاجة تانية يعني. ربنا ده عشان من ايد سعادتك، عشان من ايد سعادتك بس. لا ربنا يخليك لينا يا رب، الله يكرمك، ربنا يكرمك. لكن ربنا يخليك يا رب. أموري أوامر. طلبة منك حاجة يا شيخ محمود، ربنا يسترها معاك. أموري أوامر طبعا. كتر خيرك، أنا عايزاك تعمل لي كوكيز الجنزبيل، عندنا هنا غالي قوي في اسكندرية. كوكيز بالجنزبيل، عينيا. بالجنزبيل. وبعدين محلات قليله اللي بتعمله، وبعدين عايزه اعرف ممكن اعمله سكر البيت اللي هو السنتال ولا بلاش؟ طب من غير اسم تجاري بس، الله يخليك. انا اسفه خلاص، انا لا 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 لا، مش هو انا اللي انا اسفه، حقك عليا، ما بتخافيش، لا انا اللي بدفع ولا يهمك، كملي ولا يهمك، حقك عليا. اي سكر دايت، اي سكر دايت اللي هو الايه، الكوكيز؟ ايوه. مشكلة الكوكس حاجة، مشكلة الكوكس ان لازم يبقى فيه كمية سكر عالية عشان يشد. انا ممكن نستبدله بحاجة تانية، خليني احاول ان انا اظبطها لك واعملها لك، وعناها ليكي ولا يهمك. سعادتك عندك سكر ولا عشان الدايت؟ لا انا عندي سكر بقالي مدة طويلة. الف سلامة عليكي، ربنا يخليك. طيب ضروري اركز، انا الدايت انا نظمت نفسي وخسيت ومشيت على كلامك، وقلت قلت اكلي يعني بقى نظام لايف ستايل. طيب تابع الوصفات بس، الوصفات لمرضى السكر، وما تقلقيش من اي حاجه ولا يهمك من اي حاجه، ربنا يشفيك ويعفو عنك. اهم حاجه تنزيل الوزن، مرضى السكر يا جماعه تنزيل الوزن. نزلت وزنك هتستغني عن الانسولين وهتستغني عن الادويه، وربنا يعفو عنك. فعلا قلت انسولين، بس بالله عليك ما تنسى الجنزبيل. عناية عناية، انا استمعنيك يا رب. انا اخدمكم بعيني، انا يعني ربنا هو اللي يا رب. الله يكرمك، ربنا يبارك لك، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك. ادي كده القرص يا جماعه، عايز احشيها احشيها، وشوفنا الدنيا فيها ايه. خدت في ايدينا، وانا بكلم استاذتنا الغاليه
كانت القرص جاهزه، هتاخد ما بتاع نص ساعه تخمر، خش الفرن درجه حراره 180 تطلع مورقه كده. خلص الموضوع بتاعنا على كده. مخرجتنا الغاليه دلوقتي هتنزل لنا مقادير خميره الحمص، صوروها واكتبوها. الطريقه دي انا واخدها من كرم بيه، هو لا شيف ولا حاجه، ولا انا شيف ولا حاجه، انسان بسيط بيشتغل في فرن عندنا في المنطقه الجميله، المنطقه البسيطه بتاعتنا. بخش له الصنف اللي انا مش عارفه، اقول له يا كرم عرفني، حد بسيط وطيب ومحترم، وكل فرد في المسجد ربنا يزيده من نعم الله، وشه عليه إجلالة كده جميلة جدا. أنا بشكره، هو مش سامعني ولا يعرف إن أنا أجيب سيرته، بس آتي كل ذي حق حقه. خميرة الحمص، هو الراجل قال لي كده، قال لي هتجيب ربع كيلو لبن سخن حطه، حتى هو اداني الحمص واداني السمسم، حمص طبيخ يا جماعة على فكرة، حمص طبيخ، وعليهم معلقتين سمسم، هو حط سمسم ني. قال لي والكلام ده تسيبه بتاع 9 ساعات، تسيبه 9 ساعات او يوم، هو بيحطه جنب الفرن فبيخمر، هو بيصنع خميرة السمسم هنا. وبعدين توضع الخلطة في كيس او برطمان، في بيقولوا نحطها ببرطمان عشان الكيس غير صحي، فممكن نحط في كيس يكون صحي او في بطرمان، اللي ما عندوش ده او ده يعمل زي كده ويجيب كيس صحي ويحطها فيه. وبيعمل ايه بعد كده بقى؟ ركزوا معايا عشان والله العظيم الموضوع ده يستحق. يعني قال لي ايه بقى؟ بعد كده هتكون طبقه متجبنه، اللي هو الجبن اللي هتطلع، الكيس اهو هيتفرتك، يوم كامل هتكون طبقه متجبنه، بنحط عليها بتاع كوبايه دقيق او شويه دقيق ومعلقه بيكنج باودر، ونسيبها ساعتين تاني. هنلاقي العجينه اترفعت، وهو هنا كون لي الخميره بتاعته الحمص، ونعجن عادي بقى العجينه بتاعتنا، ندي المونه بتاعتنا اللي هي الماده الدهنيه، ده كلامه، ونبدا نشتغل. ناس طيبه، ناس طيبه. يلا بينا نشوف الراجل ده عمل ايه. يلا بينا، يلا بينا، يلا نرجع استاذتنا الغاليه العظيمه. سلام، مفيش بعد كده. هنا ده الحمص، هو حمص طبيخ موريه لكم، بس عشان انا بتسال السؤال ده كتير. حمص الطبيخ اللي بيحطوه على الكرشه ساعات وكده اهو، مع شويه سمسم، وبنسخن اللبن وبنحطهم عليه هنا كده، وبنصفي الكلام ده، بس شايفين الكيس هيطق من تكون ثاني اكسيد كربون وبتاع الكلام اللي مالم بيها لربنا ده. هنا كونت لي خميرة صناعية، أنا اللي صنعتها، أنا اللي إيه؟ صنعتها. سدوا ودانكم كلكم عشان هيحصل انفجار دلوقتي، اكسب لوت، سدوا ودنك يا حمص، حصلش حاجة. عيل دمه تقيل قوي بيجي يقعد يقول لك هيحصل انفجار وما يحصلش انفجار، مش عارف أنا. الحمص ده يترمي، مش عاجبكم الكلام يا ولاد؟ هنبدا نشيل الحمص ده. اتكونت لي ريحه هنا اللي هي ريحه السمسم، ريحه ما يعلم بها لربنا. وبعدين هنسخن اللبن، ونجيب اللبن هنا كده على الحمص والسمسم، ونربط الكلام ده ونسيبه 9 ساعات بالذات في الصيف. اهو السمسم اهو مع الحمص، خلاص. هنا دي خميرة الحمص والسمسم، الجماعة في الصعيد ما شاء الله في الفايش أساتذة. وبعدين يا شفنا، بنبدأ نجيب دقيق ونحطه غير الوزنة اللي احنا عاملينها، مع البيكنج باودر اللي هو بيساعده، معلقة صغيرة كده، ونقلب الكلام ده، الخليط ده كده. اهو، واسيب الكلام ده يخمر تاني، اغطيه اسيبه ساعتين، خلاص ريحته بقت عامله زي البوظه. هسيب الكلام ده يخمر تاني، خدوا بالكم ما اديتش خميره ولا ساعتها بخميره، هتتكون لي الخميره. طب ايه ليه تعب القلب ده يا عم؟ يا عم ما اروح اجيب خميره على طول. لا، دي خميره الحمص والسمسم، اهل الصعيد بقى دوقوا حاجتهم. وبعدين
العجينة علت عندي وكونت، العجين الخميرة علت عندي وكونت، نبدأ نعمل ايه؟ مش عيب ان احنا نساعدها بمعلقة خميرة في الشتاء، مش عيب، مش هتقولي لأ. نزلنا بالمكونات بتاعتنا أستاذتنا الغالية، ادي الزيت وادي الدقيق، النص كيلو دي بياخد 100 مللي من الزيت، وادي السكر وادي خميرة الحمص وادي المية وادي اللون الاصفر بتاع المانجو، هما بيدوا كركم، هما بيدوا ايه؟ كركم. وبعدين يا شيفنا وبعدين، يا سلام، قطع بطيخة والله، ده يا واد يا جامد ده. هنطلع فاصل دلوقتي ونرجع بعد الفاصل. الاول ادي عندي الفايش اللي بالحمص بياخد سنة اللون الاصفر اللي هتبقى مميزة معانا اللون بتاعنا. هنطلع فاصل دلوقتي ونرجع بعد الفاصل بسرعة بسرعة، نلحق نعجن ونلحق نشكل ونشوف هنعمل ايه. فاصل وعود لحضراتكم. اهلا بحضراتكم. قبل الفاصل كوننا الخميرة بتاعتنا وشوفنا انها بتتعمل ازاي. في الاول بتقعد 9 ساعات 10 ساعات، في الشتاء ممكن تتأخر شوية، وادينا لها دي وبيكنج باودر كونت العجينة زي بتاعت لقمة القاضي كده، هيت ايه، خميرة الحمص، ريحتها حمص ولا ريحتها حمص ولا حاجة. وادي دي هناخد فرك مع الزيت، معناها سكر صغيرة عشان تقوم لي بقى الدنيا ديت. وهناخد هنا سنة لون اصفر او كركم، كان المفروض ان انا الون المية الاول عشان كده ممكن تطلع مبقعة شوية. وعندي الخميرة بتاعتي وهنحط الملح، واخر حاجة هي الايه، تعالى لي كده، ونبدأ نعجن بالراحة كده. وادي الملح، لو بايدينا كويس قوي، ونشوف مع بعض الدنيا فيها ايه. نبدا نغرف بقى، نجيب منديل نمسح بس الطبق كده، وادي الفايشه اهوت. ممكن نعمله اي شكل، اي شكل احنا عايزينه. ريحة السمسم خلص الموضوع بتاعنا على كده، خلص الموضوع بتاعنا على كده. ننزل بالمية بقى واحدة واحدة بعد ما دي تاخد فرق مع الزيت، سنة واحدة واحدة كده. ها العجينة بتبقى مفتوحة شوية، سنة مية كمان، وهاتلي ده كده وده كده، وادي السمسم وحبة البركة. سيب العجينة هترتاح شوية، مش هسيبها تخمر. استاذة ميرفت اهلا بيكي استاذتنا الغالية. ازيك يا شيف محمود؟ ازاي معليك يا ست الكل؟ تسلم ايدك يا شيف، الحلقة ممتازة. الله يكرمك. الله يكرمك. بقول لحضرتك القرص انا عملتها الاولانية المحشية دي. انا من زمان كان نفسي اعرف ايه اللون اللي مخليها لونها اورنج. ما كنتش عارفة بصراحة. جميلة جدا، تسلم ايدك. طب دي لو انا مثلا عملتها ممكن تعيش ولا لازم تتاكل مثلا في يوم او يومين؟ لا 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 لا، تعيش طبعا معاكي. يعني الجبنه من جوه مع ال بالذات احنا في الشتاء طبعا يا مدام ميرفت ما يجراش حاجه. طب بقول لحضرتك،
بالنسبه للقرص الثانيه اللي حضرتك عملتها، حضرتك كنت قلت ممكن لو الواحد يحط لبن رايب عليها ولا حاجه. طب لو انا حطيت لبن رايب، حضرتك انت قلت 100 جرام ميه اللبن. لا لا، يعني ايه، انا ممكن ان انا ادي ايه 100 لبن رايب 100 زبده، هتبقى هنا قرص طريه. ممكن ادي 100 لبن رايب 100 زبده 100 سمنه، هتبقى قرص مقرمشه. يعني لو انا حطيت اللبن رايب ما تحطيش ميه، ما هو ده السائل. ما حطيتش ميه. الله يفتح عليك. شكرا، تسلم ايدك يا شيف. هو ده السائل. تسلم ايديك وعينيك. الله يخليك يا رب، تسلميني. ضروري جدا ان انا اسيب العجينه ترتاح معايا 10 دقائق، ضروري جدا اسيب العجينه ترتاح معايا 10 دقائق. العجينه لما ترتاح بعرف اشكلها، والعجينه تتعجن ما يقلش عن 5 أو 6 دقائق. خلاص، ضروري ان انا اسيبها ترتاح معايا. بعد كده بنبدا ان انا اخد العجينه كده كده كده، وطول ما العجينه مرتاحه، طول ما العجينه بتمشي معايا زي الفل. أستاذة ست أم أسامة، أهلا بيكي أستاذتنا الغالية. إزيك يا شيف محمود؟ إزاي حضرتك، عامل إيه؟ إزاي سعادتك أنت يا ست الكل؟ الحمد لله. شيف محمود معلش، أنا فاتني مقادير الحاجات دي كلها، وأنا عايزة مقاديرها تاني. أو مثلا تقولي الحلقة هتنزل على النت إمتى وأنا أتفرج عليها. والله أنا هتنزل على النت ممكن بكرة بعده، ولكن الإعادة الساعة 7، ولا يهمك ننزلك بالمقادير تاني، ولا يهمك. انزلي بالمقادير تاني، الله يكرمك يا شيخ. عيني اوان. وانا كنت قلت لك من كام يوم على الشرطه، وقلت لك عيد ميلاد ولادي النهارده وما قلتليهاش. كنت عايزه ايه؟ قولي لي تورته ايه؟ تورته مقاسها 24 او 26. ما انا ساعتها قلت لسعادتك. لا يا شيخ محمود، والله انا قعدت قدام التلفزيون ما سمعت حضرتك. طيب قولي لي عايزه ايه تاني وانا اقول لك عليه. حاضر. عايزه مقادير حضرتك الحاجات اللي انت عملتها دي، وعايزه مقادير التورته، وقلت لك كنت تعمل لي تورته الصفيار يا شيف محمود. عينيا، ولا يهم ولا يهم. ماشي، هستنى الحاجات دي تنزلي مقاديرها وتقولي لي. فورا فورا، ولا تشيلي هم حاجه في الدنيا. عينيا، الله يكرمك. شكرا يا شيف محمود. تأمري يا وهم. سلم لي على حنون. الله يسلم لي عمر. هو ده اللي حضرتك اللي حنون كانت عاملاه؟ ايه ده؟ بقول لك دلوقتي انت عايزه مقادير التورته؟ مقادير كيكه يعني الاسبونش. اسبونش. عينيا، حاضر، ولا يهمك من حاجه. انت كنت عاملها قبل كده ب 160 دقيق و50 جرام دقيق مع البيض ومعلقه محسن، صح كده؟ هقول لك على مقاديرها، ولا يهمك. ماشي، ولا تشيلي هم حاجه خالص. هنسيب الكلام ده يخمر، خش الفرن بعد نص ساعه درجه حراره 150 لمده نص ساعه. اي بقسماطات في الدنيا تخش الفرن درجة حرارة 150 لمدة نص ساعة. خلاص يا جماعة؟ طيب، دي نقطة. بالنسبة أستاذة الغالية عايزة المقادير، هنزل المقادير دلوقتي. بالنسبة لإيه تاني؟ التورتة، بصي، 6 حاجات قلنا: 5 بيض، ربع معلقة صغيرة فانيليا، 140 جرام سكر، 50 جرام دقيق، معلقه صغيره محسن، معلقتين كبار ميه. هنضرب الكلام ده كله، هيعلى، ننزل عليه ب 180 جرام دقيق، معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقتين ميه. تحط صينيه مقاس 26، خش الفرن يقعد معايا في حدود 25 دقيقه. تطلع يا ريت تبيتيها. لو عايز احط كاكاو بشيل معلقتين كبار من الدقيق واحط معلقتين كبار كاكاو غامق، هتطلع معاك الدنيا زي الفل. دي نقطه. النقطة اللي بعد كده ايه؟ المقادير، مخرجتنا العظيمة الأستاذة غادة، تقدري تنزلي مقادير ال تك 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 كده بسرعة، 3 أصناف ونص كيلو دي، ده باتيل فران اللي قالت عليه مدام ميرفت دلوقتي، واللي الست أم محمد الغالية كانت طالباه، نص كيلو دي، 10 جرام خميره. خدوا بالكم انا هنا حاطط خميره جافه لان هي عند معظم السيدات. 10 جرام خميره، 25 جرام سكر، 50 جرام زبده، وقلت بالكوبايه بس ما عدتش قادر والله اتكلم.
معلقه كبيره صلصه، وهو ده اللون اللي هو بده لها 275 مللي ميه، انزله ب 250 مللي ميه عشان انا عندي صلصه هي بقيه الماده السائله عشان ما تبقاش العجينه طريه. العجينه كانت طريه تدوها شويه دقيق ولا يهمكم من اي حاجه خالص في الدنيا. الحشوه جبنه بيضه، سمسم حبه البركه على الوش، خلصت القصه بتاعتنا. قرص مبسوسه او قرص، لا او قرص، نعم ماشي يا امل، 100 جرام زبده، 100 جرام سمنه، 100 مللي ميه، ممكن بدل ميه لبن رايب، لبن رايب اللي بيتباع بره، لبن رايب بتاع الساده في الريف، 10 جرام خميره، معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره ينسون، نص معلقه صغيره ملح، 400 جرام دقيق. ممكن اشيل ال 10 جرام خميره واحط في حدود 20 25 جرام خميره اللي هي بتاعت الافران، والحشوه عجوه او بالشكل دوت. ويا سلام لو كان بالسمنه البلدي، مفيش بعد كده. اللي بعده فايش الحمص، اقروا بقى وصوروه انتوا بقى عشان انا مش بكلامي يعني، انتوا ما شاء الله عليكم يعني اساتذه، مفيش حد زيكم ابدا. انا حطيت القرص على فكره تستوي، هي القرص اللي انا لسه عاجنها، مفيش على طول عجينه خمرت معايا خلاص. وادي هي، قلنا ان احنا نص كيلو دقيق، 275 مللي لبن يساوي كوب ونص خميرة حمص، وربع معلقة صغيرة لون أصفر مانجو، كركم. طيب شيليها أحسن، من الأفضل إن احنا نشيلها عشان ما نضيعش مجهودنا اللي احنا عملناه. شيليها يا أستاذة غادة، شيليها أحسن، ده العمل كان أفضل من الكتابة. كتب ما عدتش، العلم في الراس مش في الكراس. زي ما شفنا كده بنجيب اللبن بنسخنه، مش لازم يعني بالملي، نص كيلو، كوبايتين لبن ان شاء الله يكونوا قدام. مش عايز اجيب لبن اللي هو اللبن المعلب، المعلب عشان مش هيقطع معايا، عايز اجيب لبن اللي هو من اللبن، وكل لبن ما بيحطش عليه ماده حفظ يبقى مش هتلاقوا حد، يبقى ما بتعملوش احسن. مين اللي معايا استاذتنا الغاليه؟ استاذه عمر، اهلا بيكي. هي كمان خدتها من قصرها وقفلت. الاستاذه قمر، لازم يكون لبن عشان يقطع معايا. هناك في الصعيد اللبن تبقى الحاجه ما شاء الله من حاجه فريش عشان يقطع معايا. طول ما في ماده حفظ بيبقى صعب شويه القطع انه يقطع معايا. لكن طبعا لما بحطه في السخونيه وكده مع الحمص والسمسم فبيبدا ان هو يجبن معايا، وباخد جزئيه الجبنه ديت بصفيها، بديها دقيق تاني اقومها تاني مع شويه بيكنج باودر، بتقوم معايا العجينه، وهنا انا كونت الخميره وابدا اشتغل. الموضوع سهل مش صعب، صح؟ ولا انا بطول عليكم كده؟ ما طولتش عليكم في حاجه. شفنا الماتيه، عفوا، شفنا الفايش والقرص. لو عايزين نحشيها عجوه هنحشيها عجوه. دي القرص يا استاذ قمر اللي لسه عاملها، دخلتها تستوي، نبص عليها بصه كده. استاذ قمر اهلا بيكي، استاذتنا الغاليه. ايوه يا شيف محمود، ازاي معليك يا ست الكل؟ زي حضرتك، تسلم ايدك. الله يسلم لي عمرك، تسلمي لي. لو سمحت يا شيف، انا كنت عملت القرص النواعم اللي حضرتك كنت عاملها قبل كده. بعد ما عجنت العجينه بقت تطرد المادة الدهنية، لقيته نازل على الطاق كده. مقاديري كانت ايه يا استاذتنا الغالية؟ عملت نص المقادير بتاعت حضرتك، نص كيلو دقيق، نص كيلو زيت، ربع كيلو زيت قصدي، وربع مية، وخميرة بقى وباقي المقادير يعني. طب بتنسبيها ليا يا استاذة قمر؟ انا قلت نص كيلو دقيق وربع كيلو زيت يا استاذة قمر، عمري في حياتي اقول هذا الكلام. طب ايه طيب؟ لا لا انا ارجع، هو كان المقادير كيلو دقيق نص زيت او زبده. لا ما حصلش مني، استحاله. بص يا ست الكل، انا قلت ربع نص كيلو زبده نص كيلو لبن، استحاله. أيوة. نو واي ان انا اقول زيت نص كيلو زيت يعني ازازه زيت لكيلو دقيق، هموت الشعب. أيوة. المصري ينفع ايه؟ صح ولا لا؟ لا يا شيف حضرتك كنت قايل كيلو دقيق. ها؟ ها؟ نص زبده او زيت. لا ماشي، لا برضو. بص، نص زبده نص لبن، فهميني بس، ونص ميه كيلو دقيق، لكن زبده
وليس زيت. يعني الزيت هو اللي عمل فيها كده؟ طبعا، امال ايه؟ نص زيت يعني ازازه زيت. ربع زيت على نص كيلو دقيق يا ماما. ما هي زيت. هي ان شاء الله 100 جرام دقيق عليهم 50 مللي زيت. يعني الزيت هو كده كتير. طبعا يا ماما طبعا. احنا الزبده عباره عن ايه؟ عباره عن ماده دهنيه مع لبن، لما بتتسيح بتتحول للسمنه، فبدي كميه السمنه هنا اقل. يعني لو اديت ربع كيلو زبده في السمنه بدي 200 جرام سمنه، لان هنا في عندي ماده سايله اللي هي الشرش اللي هي المرتة. وصل لك؟ فانت ده انت مديه زيت سك ولا وحتى تطلع فرك معاك تديك عجينه فرك ولا يهمك. بصي ما حدش بيتعلم ببلاش، عشان كده دايما اقول لكم ركزوا معايا وبقعد اعيد المعلومه كذا مره. اكتبوا المقادير اللي احنا كتبناها النهارده دي وعملناها ونفذوها ان شاء الله، مش هيبقى حد زيكم ابدا في الدنيا. انا بشكركم جدا ورب يكرمكم ويجعلكم في العالي. القاكم في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله.